السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة أسيل توفيق من مدارس السابلة الثانوية 2. نبدأ اليوم إن شاء الله بشرح مادة اللغة العربية للصف الثالث الفصل الثاني ودرس عيسى العوام قراءة تفسيرية. سوف أقوم الآن بقراءة الدرس ثم نتعرف إلى معاني المفردات الواردة فيه وضد الكلمات. بعد ذلك سوف نستخرج القواعد والأنماط اللغوية والأفكار الرئيسة. هيا بنا لنقرأ الدرس معا في صفحة 70. عيسى العوام. عيسى العوام غواص عربي مسلم، اشترك مع القائد صلاح الدين الأيوبي في حرب الفرنجة. كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكا عندما حاصرها الفرنجة، حيث كان يربطها على وسطه ويسبح ليلا من غير أن يشعر به أحد ويوصلها إلى عكا. في إحدى الليالي شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها 1000 دينار ورسائل لأهل عكا المحاصرين، وسبح في البحر. انتظره أهل عكا طويلا لكنه لم يأت. بعد أيام وجده الناس على شاطئ عكا ميتا وعلى وسطه الذهب والرسائل. لقد أدى الأمانة حيا وميتا. والآن لنتعرف معا إلى معاني المفردات الواردة في الدرس. العوام تعني السباح أو الغواص. حاصرها تعني طوقها أو بمعنى آخر حبسها. وسطه أي خصره تعني منطقة الخصر. شد بمعنى ربط. حرب بمعنى قتال. أدى بمعنى أوصل. أدى الأمانة أي أوصلها. لم يأتي معناها لم يحضر. هذه هي معاني الكلمات، يرجى منكم سماعها جيدا ثم ترديدها وحفظها. ننتقل الآن إلى ضد الكلمات الواردة في الدرس، ونذكر دائما ضد أي عكس. إذن سوف أجد عكس كل كلمة من بعض الكلمات الواردة في الدرس. الحرب ضدها السلم. يحمل عكسها يضع. حاصرها ضدها حررها. ليلا عكسها نهارا. البحر ضدها البر. حيا ضدها ميتا. والآن لنتذكر معا بعض القواعد والأنماط اللغوية الواردة في الدرس والتي قد أخذناها مسبقا. إذن اليوم فقط تختلف الكلمات ولكن القواعد تبقى ثابتة. 1- أريد أن أستخرج لام قمرية. كما نعرف اللام القمرية هي اللام التي تكتب وتلفظ، وأيضا تكون حركة اللام هي السكون. من هذه الكلمات الواردة في الدرس: العوام، القائد، الأيوبي. 2- أريد أن أستخرج لام شمسية.
اللام الشمسية هي التي تكتب ولا تلفظ، وتكون حركة الحرف الذي يليها الشدة. مثال: الديني، الرسائل، الناس. ثلاثة: اسم منسوب، أريد أن أستخرج من النص اسم منسوب. ذكرنا سابقا أن الاسم المنسوب عادة ما يكون نسبة إلى شيء ما. كيف أعرف أنه اسم منسوب؟ بالتأكيد، لأنه قد أضيف إليه حرف، ولكن ما هو هذا الحرف؟ الياء المشددة. إذن أضيف الياء المشددة. ورد معنا في الدرس هنا: عربي، الأيوبي. اسم علم. ورد معنا اسم عيسى واسم صلاح الدين، وهي هنا جاءت اسم مذكر. خمسة: شبه جملة. ماذا أقصد بشبه جملة؟ أقصد بها حرف جر ويليها اسم مجرور، هذه هي شبه الجملة. منها هنا في الدرس: في حرب، إلى عكا، على وسطه. ستة: أفعال ماضية. الفعل الماضي هو الذي حدث في الزمن الماضي، أي حدث وانتهى، وحركته الفتحة. فكر هنا، ماذا يوجد أفعال ماضية في الدرس؟ يوجد اشترك، اشترك وانتهى، حدث في الزمن الماضي وحركته الفتحة. يوجد أيضا كان، والفعل شد. سبعة: أفعال مضارعة. ماذا أقصد بالفعل المضارع؟ هو الفعل الذي ما زال مستمرا، أي ما زال يحدث، حركته الضمة، ويبدأ بأحد حروف كلمة نأتي، أي يبدأ بحرف النون أو حرف الألف أو حرف التاء أو حرف الياء. يوجد لدينا هنا العديد من الأفعال المضارعة في الدرس، منها يحمل ويربطها ويسبح. ثمانية: اسم مكان. ورد معنا هنا عكا، إذن اسم مكان عكا. تسعة: همزة قطع. ما هي همزة القطع؟ هي الهمزة التي أكتبها وألفظها، إذن أقوم بكتابتها وألفظها أيضا. مثال: أحد، ألف، إحدى. عشرة: ألف وصل، أريد ألف وصل، وهي التي أكتبها ولكن لا ألفظها. كيف أعرفها؟ إذا أردت أن أقوم بتمييزها عن همزة القطع، كيف أميزها؟ أقوم بوضع حرف الواو في بداية الكلمة وأجرب لفظ الكلمة. أقول: والعوام، واشترك، وانتظره. إذا لاحظنا لم ألفظ الألف، بالتالي تكون ألف وصل. إذن ألف وصل هنا في الدرس لدينا كلمة العوام، اشترك، انتظره. إحدى عشر، ضمير متصل.
ما هو الضمير المتصل؟ أخذنا سابقا أنه سمي متصلا لأنه يتصل بالكلمة. مثال: وسطه. وسطه هو من أقصد هنا في هذا الضمير؟ أقصد عيسى العوام. أيضا: حيث كان يربطها. يربطها، ما هي التي كان يربطها؟ كان يربط الأموال والرسائل. إذن المقصود في الضمير هنا أو يعود الضمير على الأموال والرسائل. أريد منكم العودة إلى نص عيسى العوام ومحاولة استخراج المزيد من الكلمات لكل شيء مطلوب هنا من 1 إلى 11. إن وجد أريد منكم محاولة استخراج المزيد. دون هذه الإجابات على دفتر التدريبات بخط مرتب وواضح. الأفكار الرئيسة الواردة في الدرس. الأفكار الرئيسة قلنا سابقا هي عبارة عن تلخيص للدرس، ألخص أهم الأفكار التي جاءت في الدرس أو جاءت في الفقرة التي أمامنا. أهم الأفكار الرئيسة في هذا الدرس: 1. عيسى العوام غواص عربي مسلم عاش في عهد صلاح الدين الأيوبي. 2. أمانة عيسى العوام ومهارته في الغوص والسباحة. 3. قيام عيسى العوام بإيصال الرسائل والأموال إلى أهل عكا المحاصرة. 4. وفاة عيسى العوام في إحدى مهامه البطولية والعثور على جثته على شاطئ عكا. إذن هذه الأفكار الأربعة هي أهم الأفكار التي وردت في الدرس والتي تلخص لي الدرس. يرجى منكم تدوينها على الدفتر بخط مرتب وواضح كما هو موجود أمامكم. وبهذا نكون أنهينا القراءة التفسيرية لهذا الدرس. لأي استفسار يرجى إرسال رسالة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.